ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات العاطفة الخاصة بأصحاب برج الجدي في شهر فبراير لعام 2020. برج الجدي بصراحة كده عندنا تغيرات كتير قوي قوي، وعندنا تفكير كتير في الوضع العاطفي، وحاجات كتيرة مختلفة في الوضع العاطفي. يعني اللي مش مرتبط مختلف جدا عن اللي عنده ارتباط، يعني حاجات كتيرة جدا جدا. بمعنى صح كمان احنا بنهتم بنفسنا قوي الفترة دي، مهتمين بلبسنا، بأناقتنا، بشياكتنا، مهتم مين ان احنا نكون مبدعين. ليه؟ لان احنا بقينا بنحب، عايزين حب، عايزين استقرار، لان زي ما قلت قبل كده ان الجدي بيدور على الاستقرار، بيدور على الحب، وده من ضمن انت من ضمن اكتر الابراج اللي عايزه استقرار يا برج الجدي. فبرج الجدي انت بتدور على الاستقرار العاطفي، يعني كتير جدا جدا من اللي مش مرتبطين بيدوروا على الارتباط، بيدوروا على ان احنا نكون مستقرين عاطفيا. برج الجدي، قبل ما اكمل كلامي اعذروني، قررت ان انا ما اطلعش بفلتر النضارة لأنه بيتعبني جدا وبتضايق، ما بحبش الحاجات دي، بحب أطلع طبيعي. فعندي لسه أثر في عيني شوية، بس مش عايزين بقى تعليقات سلبية والحاجات اللي زي كده، يعني هي مش هتأثر تماما، وهي كلها وقت، يعني هي كل شوية إن شاء الله يعني بتخف الدنيا عندنا، بتخف شوية فهتروق. فاعذروني بقى، مش هنطلع بقى بفلتر النضارة ولا الكلام ده، فالوضع طبيعي يعني. برج ادي، فاحنا عايزين استقرار، عايزين حب، عايزين رومانسيه، عايزين اهتمام، عايزين حد يسال علينا ونسال عليه، ويكون في مشاركه ما بيننا وما بين حد. فبندور جدا جدا على الاستقرار العاطفي والامان العاطفي في حياتنا. برج الجدي كمان موجود جدا جدا، خلوني اتكلم على الناس المرتبطين في الاول، يعني الناس المرتبطين والدنيا في، يعني لا اللي هم ما فيش مشاكل، عشان في ناس مرتبطين في عندهم مشاكل، فعايزين نتكلم على النقطة دي. برج الجدي للناس اللي هم مرتبطين والدنيا عندنا يعني ايه ماشية، يوم يوم لا، يوم حلو، يوم شدة، يوم الحاجات اللي هي الطبيعي جدا جدا، ده هيكون عادي، والدنيا تبقى بشكل رائع او متميز في فبراير. فالدنيا معانا هتكون متحسنة، لان برج الجدي هيبقى بيدور على الاستقرار اكتر، على الامان اكتر. برج الجدي هتبدا تحس بالوضع العاطفي الحقيقي في شهر فبراير، عشان الوضع العاطفي هيكون استقرار حقيقي وايجابيه حقيقيه في مارس، وده اتكلمت عنه في التوقعات، بس انا جايه لكم في الكلام. برج الجدي يعني الناس اللي هم مرتبطين عندنا تحسين اوضاع بشكل كبير، في حب، في رومانسيه، في موضوع هيكون متعلق ما بينكم انتوا الاثنين ايجابي، هيكون مشترك ما بينكم وما بين الشريك، فده هيزود الطاقة ما بينكم، هيزود الحب ما بينكم. يعني يوم ويوم لا لا، الحتة دي هتبقى مش موجودة، لا هيبقى كلها أيام حلوة يعني، فده هيكون متميز. بالنسبة للناس المرتبطين وفي ما بينهم كلام، مشادات، خلافات، ممكن يكون انفصال اللي هو مؤقت، اللي هو انفصال زعل، مش انفصال انفصال، انفصال زعل، ده هيكون في رجوع. برج الجدي انتوا عندكم يعني رجوع بنسبة كبيرة جدا جدا جدا، والاكتر نسبة الرجوع للناس اللي هم منفصلين انفصال مؤقت او زعلانين من بعض. بس في بعض، خلوني اتكلم على الابراج اللي هي في كان في انفصال ما بينهم وما بين برج الجدي. لو هتكلم على الابراج الناريه، فمنهم برج الاسد، كان في انفصال ما بين برج الجدي وما بين برج الاسد. لو من ابراج الهوائيه، برج الميزان، كان في انفصال ما بين الجدي والميزان. من الابراج المائيه، كان في انفصال ما بين الجدي والسرطان. من الابراج الترابيه اللي زيكم، كان في انفصال ما بين الجدي والعذراء. فده كان موجود، ده كان موجود جدا، ولكن اكتر الابراج كان الاسد والميزان. فالوضع بدأ انه يتحسن معانا، بقينا نتغير للافضل للافضل للاحسن. الوضع هيبدأ، برج الجدي لا عايز يحسن العلاقات، زائد ان الابراج اللي اتكلمت عنها هم عايزين، لا عايزين نكون في تفاهم وفي حب، عايزين ان احنا نغير من نفسنا، لو في اي ضغينة او اي مشكلة جوانا نفسيا لا نتفضفض مع بعض، نتكلم، نلوم مع بعض. ممكن برج الجدي هيبقى عنده برضو بعض التعليق الشديد شوية، والجدي والعذراء هيبقى هما الاتنين نقر ونقير شوية، لكن الوضع هيبقى أفضل كتير عن الفترة اللي فاتت. هيفضل يتخذ مسار الكلام اللي هو رايح جاي ده. فبرج الجدي عنده عايز يرجع، يعني برج الجدي نفسه عايز يرجع، خاصة بقى لو انت برج الجدي مرتبط بحد من الأبراج النارية أو من الأبراج المائية، انت عايز ترجع لهم قوي وعايز تحسن العلاقات معهم بشكل قوي جدا جدا. بس هيبقى في كبرياء، يعني في كبرياء موجود عند برج الجدي، هيخلي برج الجدي ما ياخدش القرار
القرار الصحيح الا لما يجي الشريك ده يبقى بيديله خطوه، يديله كلمه، يديله انا خطوه وانت خطوه، فنقرب المسافات، او المسافات هتتقرب بشكل قوي او ملحوظ جدا جدا على مارس. وده اتكلمت عنه في التوقعات على فكره، يعني انا اتكلمت عنه في التوقعات الكامله. برج الجدي كمان موجود عندنا، ده بالنسبه للناس اللي هم زعلانين من بعض وكل الحاجات دي. اما الناس المنفصلين نهائيا هيكون عندكم نسبه رجوع، يعني في رجوع، في كتير جدا جدا من الابراج اللي عايزه ترجع لكم، لان انتوا حواليكم طاقات ابراج كتير، انتوا عندكم طاقات ابراج حواليكم كتير جدا، فعندكم معجبين كتير، حتى منهم الناس اللي انتوا كنتوا منفصلين عنهم من فتره بداوا ان هم يشوفوكم بمنظر تاني بطريقه ايجابيه. لا احنا ممكن نكون كنا غلطانين لما احنا سبناكم او عملنا كذا او عملنا كذا، ولكن في حذر صغير جدا للناس برضو المنفصلين. خلي بالنا لو انتوا عايزين ترجعوا لحد، خلي بالكم كويس جدا جدا ان ممكن الشريك يكون عايز يغير، او عايز ان هو ينتقم، او ان هو ممكن يكون يزهق مع بعض الابراج او بعض الشخصيات اللي ممكن تقابلكم يكونوا بالتفكير ده، ولكن انتوا هتتخذوا بعض النقاط الايجابيه اللي ممكن تخلي الشريك لا يفكر بطريقه منعدله. بس لو في كبرياء نخلي بالنا ان كبرياءنا قدام الشريك ممكن يوصله لطريقه انه ممكن ينتقم او انه يغدر او يخون، او ان هو يقول لك طب ما هي سابتني او هو سابني، طب ما انا ممكن انا كمان اعمل كذا، اللي هو حته الاشباع الانا اللي موجوده كمان يا برج الجدي للناس اللي هم بقى مش مرتبطين. الناس اللي مش مرتبطين دول برنس او برنسسات، يعني هم هيكون في ناس كتير جدا جدا معجبين بيكم قوي، هيكون في كتير جدا من الطاقات اللي حواليكم من الابراج، انتوا عاملين زي اللي هو يعني انتوا بتلمعوا في حاجات كتيره، لان انتوا عندكم عمليا ناجحين، بندور على ان احنا نكون نكمل ماستر، نكمل ناخد كورسات، يعني نطور من نفسنا، فده بيخلي الاشخاص يشوفوكم بطريقه مميزه، فكتير جدا من العيون بتكون تجتمع حواليكم بشكل قوي جدا، وهتفضل العيون تجتمع حواليكم لحد شهر مارس يا برج الجدي، لحد ما هتلاقوا الحب اللي بجد للناس اللي هم مش مرتبطين. لكن برج الجدي متعلق ببعض الشخصيات، بس تعلق هيكون وهمي، يعني ممكن نكون مرتبطين بشخص مش هو الشخص اللي احنا هنكون معاه او هنكمل معاه، لكن الشخص اللي انتوا هتكملوا معاه هيكون يعني في كتير جدا جدا معلقين نفسهم الفترة دي بشخصيات وهمية، شخصيات ممكن انتوا بتحبوهم لكن هم بالنسبة لكم احنا اصدقاء وبس. فنخلي بالنا برضو من النقطة دي كويس جدا، يعني ما نكونش متسرعين في الحب. كمان برج الجدي كان مرتبط بشخصية، والشخصية دي لقى ان ممكن تكون حب كتير برضو من برج الجدي، وممكن يكون اكثرهم رجل الجدي، كان مرتبط بحد والحد ده رجع لحب قديم، او الحد ده ممكن يكون تركه وراح لحد تاني، لكن برج الجدي مازال متعلق بيه، متعلق جدا جدا بالشخصية دي، مع ان الشخصية دي ممكن تكون بتحب حد تاني اساسا، ولكن برج الجدي متعلق بالشخصية دي، ويكاد يكون من الابراج الناريه او الابراج الهوائيه. فمتعلقين لسه انتوا بالاشخاص دي، وانا شايفه ان احنا ننصحكم ب لا نسيب النقطه دي، يعني نبعد عن الموضوع ده. كمان برج الجدي في حد بيحاول ان هو يتخذكم في صفه، يعني حد من المعجبين بيكم بيحاول ان هو يجروكم ليه، خاصه رجل برج الجدي، خلي بالك جدا جدا، لان في حد بيحاول ان هو يخطفكم، يحد يحاول مش يخطفكم يسرقكم، يعني يخطفكم في الحب، انه يحد يعني ممكن يكون باغراءات معينه برج الجدي، فلازم نخلي بالنا جدا جدا من حته الاغراء، وان احنا نمشي ورا اغراءات، يعني نخلي بالنا كويس جدا جدا ان احنا ما نمشيش ورا اغراءات. خلوني اقول لكم اكتر الطاقات الابراج اللي موجوده حوالين برج الجدي صراحه كده، الابراج الناريه اللي منهم برج الحمل، برج الاسد، ده اول الابراج، برج الحمل وبرج الاسد، من الابراج الهوائيه برج الميزان، برج الدلو جدا جدا، من الابراج الترابيه اللي زيكم برج العذراء وبرج الجدي اللي زيكم، من الابراج المائيه كلها، برج العقرب، السرطان، الحوت جدا، يعني الابراج المائيه اكتر الابراج اللي هي بتجري وراكم، ماسكه فيكم، بتغير عليكم جدا جدا، بتحبوكم جدا، معجبين بيكم بشكل ملفت، بشكل ظاهر جدا جدا، يعني لدرجه ان ممكن يكونوا اصدقائكم ملاحظين ده، حد من العائله ملاحظ ده جدا، فده موجود. كمان يعني في طاقات كتيره اهو من الابراج حواليكم بشكل قوي، معجبين كتير جدا جدا، لكن انتوا عايزين حد معين،
عايزين حد يكون اقرب للكمال شويه، يعني الكمال لله وحده، ولكن احنا عايزين اقرب حد، اقرب للكمال الدنيوي الحياه بتاعتنا. عايزين امراه تكون كذا وكذا وكذا. عندنا اذواق خاصه برج الجدي، ما برج الجدي ده ذوق، يعني شخصيات كده ذوق، تبقى ليها فعلا اذواق خاصه جدا جدا. فبرج الجدي بيدور على ده قوي. ده هتلاقوه يعني هتحسوا ان انتوا قربتوا من الموضوع ده على نهايه فبراير، لكن قربت او مسكتوا في الموضوع ده على مارس. فبرج الجدي هيكون في حب، في معجبين كتير، في رومانسيات كتير، في تقوية علاقات للناس المرتبطين، في رجوع بنسبة كبيرة قوي قوي، في معجبين كتير حواليكم. انتوا بتدوروا على حاجة معينة، انتوا ممكن تكونوا متعلقين بشخص معين، ولكن في نفس الوقت بتدوروا على حاجة جديدة، عشان انتوا عارفين ان الحاجة القديمة مش دايمة شوية، او ممكن تكون مش هتفضل موجودة، فبندور على الجديد. فبالتالي الجديد او الحاجة الكويسة اللي بجد اللي انتوا عايزين تحصلوا عليها هتكون على مارس. فبرج الجدي انا بشكركم جدا جدا، وبعتذر ان انا طولت عليكم، بتمنى ان انا اكون فدتكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، تفعيل الجرس. سلام.